مرحبا بكم مجددا مشاهدينا اللي كان في كل مكان. وصلنا معكم الان الى فقره مطبخ صباحكم اجمل مع شيف تاني اللتيبي. مرحبا شيف. اهلا وسهلا فيك. اهلا. اليوم انا وياك تبرطين في البرنامج اليوم لحالنا ماخذين راحتنا اليوم. صباح الخير عليك يا حمير. صباح الخير. كيف الحال؟ الحمد لله. صباح الخيرات على المشاهدين، ان شاء الله نهار سعيد علينا وعليهم. اليوم وصفتنا يعني زي ما كنا نحكي انا وحمير تحت الهواء، لازم اليوم نكون فرن نحرق الكربوهيدرات والكاربس اللي راح ناكلها اليوم. محتاجة طاقة، محتاجة شغل، محتاجة عمل بعد هذه الوصفة. بس عموما الناس اللي بيحسوا ببرد بعد الوصفة توقع بيتكم نار. بس شوف احنا دائما فصل الشتاء دائما بنكثر من الحلويات محتاجينها يعني. بعدين دائما بقول يعني لما نشوف المقادير انه فيها كمية دهون، فيها كمية طحين، كمية مثلا نقول سكر، قديش بدك تاكل حصتك قد ايه؟ يعني بدنا نفكر فيها. يعني هي صح قطعة، يعني هي بدنا نقول قطعة، يعني مش راح ناكل كل الكمية، يعني بدنا نقسمها على الأشخاص راح يكون حصتك قليلة يعني. اليوم بدنا نعمل بانكيك بنكهة القرفة وبنكهة السينابون. وصفة كثير مبتكرة وجميلة. البانكيك عملناه قبل هيك احنا بأكثر من طريقة، عملنا مرة ميني بانكيك صغير، وعملنا بانكيك صحي بالشوفان والموز، بس زمان كثير يعني هاي بجوز المشاهدين ناسينها. أول شيء بدنا نبدأ بعجينة البانكيك. محتاجين لثلاث أكواب طحين، محتاجين كوبين ونصف حليب سائل، بالإضافة لأربع معالق سكر، اثنين بيض، محتاجين معلقتين بيكنج باودر ونص معلقة بيكنج صودا، بالإضافة لمعلقة فانيلا بما أنه في بيض. عندي هون معلقتين كبار زبدة مذابة راح أستعملهم بالعجين ورشة ملح. هاي خلصنا من مكونات العجين. نيجي هي الحشو تبع اللي هو السينابون. رح نحتاج لزبدة تقريبا 50 جرام، سكر بني معلقتين كبار أو معلقة. محتاجين كمان لقرفة. هي اللي تميز السينابون بالعجين، اللي هي نكهة القرفة. هون مش رح نحطها بالعجين، رح نحطها إضافة على الكيك نفسه. هلأ في أكثر من خطوة في اليوم. محتاجين صوص أبيض نعمل اللي هي نقول بدل السيرة أو بدل العسل، بما أنه السينابون دائما بيتقدم مع الصوص الأبيض اللي هو عبارة عن جبنة كريمية. محتاجين 6 مكعبات، بالإضافة للحليب المكثف نص علبة. هاي ممكن الواحد يعوضها بشيء ثاني، يعني ممكن نعوضها بعسل للناس اللي بتكون وصفتهم شوي، يعني هذه زي الدريسنج انه بتحطيها. اللي هي الصوص الابيض كيف اللي بنحطه على السبرينج على السينابون رول، بنحلي البانكيك فيها. تمام. محتاجين كمان اللي هو التوبينج، بدنا نعمل توبينج عباره عن مكسرات. راح نحتاج لوز وكاج وشرايح، اي نوع مكسرات موجوده، ممكن الجوز، ممكن اللي هو البيكان. اليوم استعملت انا اللوز والكاجو محمصين، بالاضافه لمعلقه سكر بني، لا كمان معلقه عسل كبيره، وراح نحمصهم على النار مع معلقه قرفه كمان. تمام، هدول حنحطهم توبينج اليوم كثير يعني، بس يعني هلا بس نطبق حتشوف هالوصفه سهله. في مره على فكره انا جيت اجرب اسوي بانكيك في البيت، طلعت لي ميني بانكيك غصبا عني، يعني كانت هي تطلع صغيره، لقمه كانت تطلع البانكيك. فاليوم اتعلم منك انا كمان نعمل البانكيك للحجم الكبير احنا اليوم. اوكي حلوين. طيب نرجع مره ثانيه لانه قلنا مكونات كثيره جدا، فحطوا في حسابكم ان انتم تصوروا شاشه بتليفوناتكم، تتفرجوا علينا من الفيسبوك اعملوا سكرين شوت، او ممكن حتى ترجعوا لنا في الاخر في اليوتيوب، ولكن انا افضل ان انتم تصوروا مكوناتنا الان وتتابعوا معنا من الان، واليوتيوب يكون للتذكير. فحنعرض عليكم إذن المكونات وهي كالتالي لوصفتي هذا الصباح. حبتين بيض، ملعقة صغيرة فانيلا، الشيف ربطتها بالبيض عشان يبعد يمكن زنخة البيض، ولا ليش يا شيف؟ أكيد دائما بيض فانيلا. تمام. 4 ملعقة كبيرة سكر، 2.5 كوب حليب، 2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة، 3 كوب طحين ورشة ملح، 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، نصف ملعقة صغيرة بيكنج سودا. بالنسبة للحشوة 50 جرام زبدة، ملعقة كبيرة سكر بني، ملعقة كبيرة قرفة، وبالنسبة للصوص 6 حبات جبنة كريمية، ونصف كوب حليب مكثف، والتوبينج لوز محمص وكاجو محمص، وملعقتان كبيرتان قرفة، ملعقة عسل، وملعقة سكر بني. معلش التوبينج شو؟ التوبينج يعني شيء حنحطه بالآخر نزين فيه اللي هي مكسرات، هيك هنكومها تكويمك. يلا جميل جميل. يعني الوصفة حقا اليوم ما لها دهون، ولكن أغلبها دهون صحية، بس مكسرات يمكن دهون صحية. الزبدة برضو من الدهون اللي هي الحيوانية بالذات، يعني ممكن أنها بتنحرق إذا واحد بيبذل شوية طاقة. إيش أول خطوة بنسويها؟ أول خطوة بدنا نجهز المواد الجافة. زي ما قلنا عندي 3 أكواب طحين، بنضيف عليهم معلقتين البيكنج باودر، بنضيف عليهم نص معلقة بيكنج صودا، بالإضافة لرشة الملح. رشة ملح نقول ما يعدل مع ربع معلقة صغيرة. أنا عندي هيك المواد الجافة جاهزة، نحطها على جنب. نبدأ بالمواد السائلة. عندي المواد السائلة اللي هي البيض،
نضيف له طبعا الفانيلا، معلقة كبيرة فانيلا. خلص ملعقة كبيرة بتحطيها هيك بالإحساس. بالإحساس على النظر. بنحط كمان 4 معالق سكر. اليوم زي ما احنا ملاحظين مش كثير حاطين سكر، لانه احنا معوضين سكر في الحليب المكثف، سكر في الجبنه، سكر في الاشياء اللي راح نحطها على راح نضيف الزبده. كل راح نحركه مع بعضه اليوم. بس نكسر البيض شوي لحتى يساعدني اخفقه، اسهل من ما اضيفه مع كميه سائل كبيره. هيك تمام. انا هلا بدي اضيف 2 كوب حليب. 2 كوب ونص حليب. لازم نضاف تدريجي بهذه الطريقة؟ لا يعني انه عشان بحرك اول باول بحرك، مو غلط، او بنضيفه مرة واحدة. هيك انا عندي المكونات السائلة جاهزة والمكونات الجافة جاهزة. هلا السر لحتى تطلع عجينة البانكيك ممتازة انه نضيف السائل على فوق الجاف. فوق الجاف مش بالعكس. بتطلع النتيجة افضل، بتطلع نتيجة العجين افضل. هيك انا عندي السوائل جاهزة بنضيفها على المواد الجافة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحرك. بتفرق هذه الخطوة؟ انه لو فعلنا العكس؟ بتفرق شوي في النتيجة، أنا جربت هيك وجربت هيك. بتطلع نتيجة أفضل. يلا كويس إنك بتجربي وبتعرفي وين بعدين الخلل، أنت خبرة عارفة كل مكونات المطبخ ومكونات الحلويات يعني. بالعادة إحنا أحيانا نجي نطبخ وصفة ما نكونش عارفين وين التركة الغلط، وين الخطأ اللي سوينا. بالتكرار يعني، التكرار الواحد يعلم الوصفة عادة. اللي بده يعمل وصفه او بده يبتكر وصفه لازم يجرب اكثر من مره. تمام. واللي عدو مبتدئ زي حالاتي خصوصا في الحلويات بيطبق وراكي خطوه بخطوه، بعد الشف خطوه بخطوه. شوف يعني هاي الحلو انه انت اخذت خلاصه تجارب الناس، يعني حتى انا مثلا اخذت خلاصه تجارب الشفات الثانيين اللي جربوا هيك وصفات، فبتسهل علي بلا ما يكون في هدر للمواد وتبطش معي الوصفه واكبها وكذا، بكون عارفه شو الغلط من اولها. تمام. نخلطه تمام لحتى كل التكتلات الطحين تروح معي. بعدين الخلط اليدوي مش محتاج نخلط، مش محتاجه. لا مو محتاجه. نقول بعد هذه الخطوه بتكون خلاص وصفه البانكيك جاهزه. هلا لا، الباقي كله بس زينه. لا الباقي كله زينه. هلا العجينه يفضل دائما اي عجينه ترتاح، سواء البانكيك سواء الكيك العادي او المعجنات او حتى الكريب. هيك انا عندي هلا العجينه هي رخوه شوي، مش عجينه كثيفه. هذا القوام مناسب عندي. بدنا نورجي للمشاهدين طبعا هي لما ترتاح راح تكون كثيفه اكثر، راح تتكاثف اكثر. شوف هذا القوام. هيك انا عندي تمام. هلا بدنا نحط العجين على جنب ترتاح، بدنا نجهز لحتى نكسب وقت قبل ما ترتاح معي العجين. راح نجهز الخطوات الثانيه. بدنا نجهز اللي هو الصوص الابيض. عندي الصوص الابيض زي ما قلت محتاج مستعملين اليوم الحليب المكثف بالاضافه للجبنه. ممكن نستعمل اي توبنج ثاني، ممكن قشطه وسكر ناعم بس هذا بديل. يعني بدنا نقول قشطه انه بنحط قشطه وبنرش السكر، رش بنحط سكر ناعم وقشطه بنحركه لحتى يصير كثيف الصوص معي. خلص انا كثير بستعمل اوقات في السنه ولما ما يكون عندي حليب مكثف وجبنه. ممكن نستعمل مثلا بدل الحليب المكثف لانه كثير كميه سكر عاليه، ممكن نستبدله بشويه كريمه وشويه سكر مع الجبنه برضه. هاي بتعطيكم بدائل يعني لحتى اللي بده يخفف سكريات الكميه المهوله اللي موجوده في الحليب المكثف. تحسوا كله سكر مكبوس فيه يمكن نص كيلو سكر يعني، اذا لسه الورقه حقه موجوده ممكن الجهه الثانيه نقول كان في سعرات حراريه وكذا. لما نشوفها بدنا نستعمل اليوم خلاط الكهرباء لحتى لانه هاي الجبنه شوي بدها محتاجه خلط بقوة. بدها خلط كهرباء بنظرا لبروده الجو. عندي واحده في البيت جبتها خضراء. بدنا نحط نص العلبه. نص العلبة كافي. هيك تمام. نضيف كمان الجبنة زي ما قلنا 6 حبات جبنة. أي نوع جبنة كريمية ما بتفرق؟ أي نوع جبنة كريمية. هلا في أنواع جبنة مثلثات بتكون ملوحتها قليلة. يعني فيها أنواع جبنة مثلثات ملحة فيها نسبته عالية يعني بتكون مبين ملوحة ما بفضل. يعني إحنا مع التجربة ممكن نعرف أنواع جبنة إنها تكون ملوحتها خفيفة نستعملها بهيك وصفة. تمام. مو شرط الكريمية يعني. يعني أي جبنة متوفرة معكم بس يكون الملح فيها قليل. ملحة قليل. يعني إذا حضرت العطارة سكت الجميع. ميوزك عالي.
انا اقول لهم اذا حضرت العصاره خلاص تحتاج السباتولا. اذا سمحت محتاجينها. طبعا انا بدي احضر الخطوات لحتى المرحله الثانيه، بس انه نبلش في التشكيل البانكيك. نسكر هلا. عاده البانكيك بيتقدم اما مع العسل او مع السيرب اللي هو بيقولوا له شراب القيقب، هذا شجر مش عندنا بصراحه موجود. حتى السكريات اللي فيه كثير صحيه، يعني بيستعملوها في وصفات الدايت السيرب تبع اللي هو نقول له اسمه القيقب. هلا جهزنا العجين، جهزنا الصوص الابيض، هلا بدنا نجهز التوبينج. لا لسه قبل التوبينج كثير اليوم مرحله، بدنا نجهز اللي هي الحشوه بدنا نحشي فيها اللي هي السنبون، نكهه السنبون. راح تكون عندي عباره عن السكر البني معلقه، محتاجين الزبده، انا دوبتها لحتى تسهل علي التحريك، محتاجين كمان القرفه، انا هيك عندي مكونات وهي جاهزه. يعني هيك لما تكون جاهز معاش في المطبخ وما بنفعلش اي حاجه بنحس انه ايش هيك وصفات كثير ممتعه نشارك فيها العيله يعني. انا هيك عندي بس شوي، لما شوي ترجع تجمد الزبده راح يجمد معي. راح نستعمل اليوم كيس الحلواني. هي جهزنا العجين وجهزنا الصوص، هلا بدنا نجهز اللي هو التوبينج، قلنا اللي هو المكسرات راح نستعملها لحتى نزين فيها، يعني دائما القرفه لاب معها المكسرات، فراح نحتاج اليوم زي ما قلنا المكسرات. اليوم انا جبتها عباره عن كاجو ولوز، ممكن اي نوع مكسرات محتاجينها، ممكن الجوز او ممكن اللوز لحاله. راح احط طبعا هاي العمليه حتكون على نار هاديه، مش راح نحتاج نار قويه. راح نحط قرفه، اوكي، الاضافه للسكر البني. شوف انا ليش احط الكميه كامله، لانه في عندي عسل بحط شوي، انا كانهم اكثر من معلقه هدول. هلا بدنا نضيف العسل، بدنا نحركه على نار هاديه حتى مش هتبخر العسل. لا مش هتبخر، لا راح يدوب، راح يصير رخو اكثر، سائل اكثر، وراح يمتزج مع المكونات الثانيه. انا هيك عندي مكونات اللي هو هذا اللي بدنا نقول التوبينج تبع وصفه اليوم جاهزه، بس بدنا نستمر في التحريك لحتى تمتزج مع بعضها. وانا اوريدي زي ما قلنا محمصين المكسرات، مش محتاج وقت، بس اللهم انه تذوب المكونات، تذوب المكونات مع بعضها والعسل يغلف نقول كل الحبات. هيك احنا بنكون جهزنا كل الخطوات. تمام، هذه اذا الان اخر خطوه، اخر خطوه قبل ما نبدا في تجهيز البانكيك على الطاوله. جميل، طيب ان شاء الله تكون الى الان كل هذه المكونات والخطوات كثيره جدا، بس انتم لو ماشيين مع الفيديو حبه بحبه اكيد بتعرفوا انه انتم تطبقوها كلها. اهم حاجه تكون كل المكونات متوفره معنا على الطاوله وبعدين نبدا نشتغل عشان ما نجلس نتشتت في المطبخ. طيب احنا بنستاذنك شوي ونرجع للشيف ثاني، نروح اذا نطلع انا وانتم بفكرات صباحكم اجمل وبعدين نرجع للشيف ثاني ونشوف المرحله الثانيه في صنع البانكيك. خليكم معنا. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا، وفقرات متميزه تنتظركم في هذه الحلقه، ولكن قبل ان ابدا بفقره جديده اسمحوا لي اروح انا وانتم اللي عند الشيف تهاني ونشوف المرحله الثانيه في مطبخ صباحكم اجمل. نشوف اذا احنا وانتم كان في البدايه جهزنا البانكيك وضبطنا اموره، ان شاء الله الان نشوف من قد جهز وصلحت الشيف. يعطيك العافيه شيف، كيف حالك؟ اهلا. انا قلت لك مع تجربتي على البانكيك في المره اللي فاتت كانت تجربه سيئه جدا. لا المرة الجاية رح تظبطها إن شاء الله. لا عندك مرتب ومظبط بانكيك بانكيك. طيب بالله برجينا كيف سويتي. هلا طبعا بنستعمل طاوة ما تكون ما تكون لاصقة، تكون مضادة للالصاق للتفال. عملنا كم حبة احنا تحت الهواء، بدنا نورجيكم هلا العجينة، بدنا نورجيكم كيف صارت. عشان أكون صريحة زدتها تقريبا ربع كوب طحين، لأنه لازم تكون لأنه من الطحين، الطحين دائما بقول لكم بيفرق نوع الطحين. طلعت معي رخوه شوي، لازم تكون جامده. هلا اذا كانت كل ما كانت جامده بتعطيني شكل البانكيك اللي هو له سمك. تمام، اذا بعد كانت ما زيت رخوة... بعد ما زيت نص الكوب تركتيها بعدين شوي؟ يعني تركتها لانه هيك اوريدي يعني اخذت وقت لجيتوني. لازم تكون كثيفه لحتى تعطيني السمك، اذا كانت رخوه راح تفرد معي تكون شبيهه بالكريب. انا ما بدي اياها تكون كريب، بدي اياها تعطيني سمك. هذا السمك منيح، شوف كيف كثيفه. تمام، مش رخوه. هلا طبعا مسخنين الطاوه احنا، بس تكونش كثير النار حاميه لحتى ما يحترق معي. بدنا نسكب كمية بدنا نعملهم كحبات كبار شوي اليوم. نحط واحدة هذا الشكل،
هلا الخطوه اللي خليط السينابون اللي عملناه اللي هو زبده وقرفه وسكر بني راح نستعمله اليوم. راح نضيف النكهه بالنص، طبعا بالنص ما بدي اجيب على الاطراف لانها راح تطلع على الاطراف، بس ازيد العجين. هلا الخطوه هاي مهمه اني اغطي القرفه والزبده لان راح تحترق اذا ما غطيتها. حاول اغطيها بشويه عجين ما نكتر، حط كميه خفيفه هذا الشكل هيك عندي. تمام. طيب البانكيك بالعاده لازم تنقلب عشان تنضج الوجه الثاني، صح؟ لازم ينقلب. هلا بنستنى عليها لحتى تصير ذهبيه من تحت. بحاول اغطي شوي لفه القرفه لان شوي راح تحترق معي لانها سكر. صح. يلا استنى دقيقتين ما بتاخذ وقت. الحين جهزوا قرص شاي حليب ولا بن مع حليب ولا شاي احمر مع نعناع، برضو كل الحاجات هذه بتمشي مع البانكيك. كل شيء بيمشي او لحاله. بدنا حاجه تبدع مع القهوه السوداء زاكيه. صح، مع قهوه ساده. قد هي فيها سكر البانكيك اصلا؟ اه مش محتاجه كثير، مش محتاجين سكر، بفضل انها تكون ساده للي بيحبوا الكالوريز. تمام. راح تاخذ معي لون ذهبي جميل، ما بدنا نطول عليها حتى ما تحترق، راح بسرعه تاخذ معي لون. نستنى شوي عليها. عموما يفضل هكذا وصفات تبدوا تاكلوها الصباح افضل، لانه امامكم يوم طويل ان انتم تحرقوها، فهذه من الوصفات اللي تاكلوها الصبح عاد يمشي الحال. عاد تكونوا صايمين كمان ساعتين ثلاث بعد ما تصحوا من النوم على 9 10 واحد ياكلها، فيكون عنده مجال انه جسمه اصلا محتاج طاقه وانت بتعطيه طاقه، فبتروح في اماكن صح، وبعدين امامك يوم طويل ان انت تحرقها. معنا طول اليوم زي ما قلت، صح، معنا ساعات طويله نحرقها يعني. هلا في احنا الوضع الطبيعي بيستعملوها كتحلايه. عشان تاكل شوي بس. يعني ايوه واحده عموما خلص فطور وافي، ايش عاد باقي؟ ولا كيف؟ واحده طبعا الحجم هذا واحده. شوف هذا هذا مو مشكله، شوف انا هذا سالتني انت قبل شوي عن انه ليش طلع في زياده؟ لان رجعنا ضفنا كميه عجين. شوف انا هذا شوف الارتفاع هذا اللي بيطلع معي، هذا اللي بدي اياه. هلا اذا كانت العجين سمكها او كثافتها جيده بيعطيني هذا الشكل اللي هو بدي ترتفع البانكيك بهذا الشكل، ما بدي تفرد. الوجه الثاني مش راح ياخذ معي وقت كثير، هذا الزايد بنقصه بس شوي ينشف معي. تمام. بس عموما هو البانك شو اسمه الصودا بيكنج صودا والبيكنج بودر هي اللي بيساعدها، هم اللي راح يساعدوا ويرفعوا يعني. زي ما قلنا هيك مقدار محتاج ل معلقتين بيكنج بودر ونص معلقه صغيره بيكنج صودا. تمام. تحمر طبعا معي بسرعه الوجه الثاني. هاي الزوائد هاي بشيلها لحتى احافظ على الشكل المرتب. يلا مش بناتنا عادي شيلها بعدين، نشيلها بعدين. هيك انا عندي تمام اللون، نكمل نعملكم كمان واحدة لحتى نشوف الطريقة. تمام. عشان بس تعرفوا كيف ممكن حد ممكن تزينوها كمان، تحطوا هذا الحلو اللي بتحطه الشف. هلا القرفة هاي لازم تنحط زي ما قلت لكم بالنص، ما نحاول نجيب على الأطراف لحتى ما تطلع ما تحترق معي، نحطهم هيك. أنا كافي لأنه راح يفرد معي. لاحظنا في السابق المفرد. هي تغطت معي أحسن. نستنى عليها نفس الطريقة. هلا هي المميزات العجين هاي، أنا ممكن نحطها بالثلاجة، ممكن تقعد لها يومين ثلاثة، ممكن أحضرها من الليل، وإذا الصبح أنا صاحي مستعجل بسرعة بحضر الفطور، إذا بنحب نفطر على هيك شيء، إذا الأولاد للمدرسة بيتحضر بسرعة بنعمله على الطاوة وخلص. يعني العجين الجميل فيها انه بتتخزن، يعني ما فيها خميره. اجمالا البيكنج باودر والبيكنج صودا بيشتغلوا على النار في الحراره، مش زي الخميره بتشتغل بدون حراره. على الجو البارد. على الجو البارد بيشتغلوا. لا الخميره بتشتغل، ممكن تشتغل بالجو البارد. هلا ممكن اذا عملت عجين وخمرتها وحطيتها بالثلاجه بتلاقيها خمرت اكثر حتى بالثلاجه. هلا عشان هيك بفضل العجائن اللي فيها خميره لما نخزنها، يفضل انه نخزنها مباشره بعد العجه، ما نستنى تخمر بعدين نضبها. يعني عشان تخمر على مهل على اقل من مهل. يعني نطلعها من الثلاجه بنلاقيها زي ما هي، لانه اصلا محتاجه دفى. اذا اشتغلت الخميره خلص حتى بالجو البارد بتكمل بعدين تتخمر من جديد. يعني الفكره انه على طول تعجنوا وتدخلوه على طول في الثلاجه، ما تدولهاش فرصه ان الخميره تبدا تشتغل وبعدين تدخلوها في الثلاجه، لانها ما بتوقفش بتجلس تشتغل. هلا العجين انا ممكن اوقات افرزها اذا حسيت في كميه عجين كبيره عندي، ممكن افرز جزء منها. اوكي، وبعدين كيف بتذوبيها؟ بطلعها قبل بيوم، تتركها براحتها تذوب للاخر. بدها يوم يعني، بدها بالقليل 24 ساعه، في الجو برد ممكن تحتاج اكثر. برضه هاي العجائن بصراحه ما جربت افرزها،
نجرب فرز ونخبركم، بس من جمال انها بتقعد بالثلاجه يوم او يومين، بس لازم تكون تبريد الثلاجه جيد منه لانه فيها بيض. يعني انا هيك عندي تمام. شوي عشان الله تمام كلهم ظابطين. ما بقول لك هذه اضبط من هذه، كلهم ظابطين ما فيهمش اي حاجه، بحاجه الطعم يطلع حلو، واهم حاجه ان انتم تقدروا تصلحوها في البيت ان شاء الله. ان شاء الله تمام. احنا ناقصنا حاجه؟ هلا بدنا نكمل بقيه العجين البقيات. تمام نورجيكم كيف الشكل النهائي لما نزينها بالاخر بالصوص الابيض بالمكسرات. انا المكسرات اللي بردت ما وجدتكم اياها، هلا اجمالا متماسكه شوي. هلا من العسل والسكر تماسكت، هلا بنكسرها انها بردت تكون بهذا الشكل. هذه بترش بعدين رش؟ بنرشها على الوجه هلا وقت ال كمان مع الصوص هذاك الحليب المكثف والجبنه بتمسك بتمسك المكسرات راح تمسك على وجه البانكيك. تمام يعطيك العافيه شيف، الله يقويك. احنا بنروح اذا مشاهدينا الكرام نخلص فقرات برنامج صباحكم يا جماعه ونرجع من جديد، اذا حنلقاك في نهايه الحلقه ونشوف ان شاء الله الشكل النهائي كيف بيكون معنا، ونذوق كمان البانكيك ونقول لكم كيف طعمه. يعطيك العافيه، خليكم معنا. يعطيك العافيه. يعافيك يا ربي. الله يقويك يا شيخ. عملنا الكميه كامله. طبعا البانكيك بتقدم بهذا الشكل عاده في الكافيهات وفي المطاعم، بتقدم فوق بعضه. بدنا نزينه زي ما قلنا اليوم، عملنا الصوص الابيض اللي هو عباره عن نسلي والجبنه الجبنه اللي هي فيها كريميه. بدنا نزينها بهذا الشكل. اوكي. زي ما نقول دائما العين اللي العين بتوكل قبل ليش؟ قبل التن للفم. عموما هي واحده حبه واحده من هذه البانكيك بتكون كفيله ان تشعركم بالاشباع. من زي كمان بالكراميل او التوفي. هون ابدا انا غشيت بصراحه، جهزتها تحت الهواء ما حكيت لكم عنها، بس كثير عملنا احنا التوفي قبل هيك. حضرناها باكثر من طريقه، ممكن نقول الطريقه تقريبا ثلاث مرات حضرنا. هلا الطريقه المعروفه والمنقول سهله متوفره في البيت، انه نحرق السكر حتى يصير لونه الذهبي هذا الجميل، ما نحرقه كثير حتى ما يصير مر. بعدين نضيف عليه اما قشطه او اللي هو الكريمه. هاي طريقه. في طريقه ثانيه نستعمل السكر البني، نحرق السكر البني او مش نحرقه سوري، نذوبه بزبده ونضيف له قشطه ونضيف له كريمه. هاي كمان طريقه. في طريقة ثالثة إنه نحرق السكر ونضيف عليه حليب ونشا. تمام. أول شيء حليب، أنا هاي الطريقة اللي هلأ عملتها بصراحة، لأنه أنا مش محضرة مش جايبة لا كريمة ولا قشطة، فمندوب شوية حليب أو منضيف شوية حليب مع السكر مندوب، وبعدين منخلي نتفة حليب لآخر شيء مندوب فيها معلقة نشا، لأنه دائما نقول النشا بده مي باردة، إذا ضفناه دغري على السكر رح يتكتل معي مش رح يعطينا الشكل اللي بدي إياه. فهي اربع طرق انا اعطيتكم. تمام الله يعطيك العافيه. في معلومه حابه اذكرها، لما انت تكلمت عن الفانيلا انه بيشيل زنخه البيض زي ما يقولوا دسومه البيض نكهه البيض القارحه. كنت شفت فيديو امس بيتكلموا انه فص ثوم مع شويه مع ملعقه صغيره فانيلا لما تحطوها في الزيت اللي بتقلوا فيه سمك بيشيل ريحه السمك كلها من البيض، ما يعبيش البيض سمك. انا سمعت بالفانيلا بس الثوم هاي لا ما سمعت. فانيلا مع فص ثوم جوا الزيت. الثوم راح الزيت راح يصير طعمه ثوم. معقول؟ ممكن مش كل الفتاة. شوف الفانيلا برضو ما جربناها. بس عموما السمك لما يكون فيه طعم ثوم ما بعتقدش انه بخربه، بيخلي طعمه عاد ألذ في الاخر. ولكن عموما خلونا حتى عند الفانيلا الوحدية، الناس اللي بحابين انه بيطبخوا سمك بس لا، السمك بيخرب ريحة البيت، بيخرب الدنيا في البيت كلها مش بس المطبخ، فشوية فانيلا داخل الزيت عموما صدقنيكم على الموضوع. الموضوع بعيد شوي عن فقرتنا لهذا اليوم، ولكن حبينا ان احنا نقول لكم بهذه المعلومة. بانكيك شكله لذيذ وطعمه ايضا لذيذ، والمكسرات اللي حطتها الشيف ايضا في لها لمسة مختلفة. بتعطيها طعم طيبة، يعني بنفضل انه نعملها ما نستغني عنها. تمام يعطيك الف عافية شيف، الله يقويك. نرجع مرة ثانية نقول انه الوصفة موجودة على قناتنا في اليوتيوب، ممكن ترجعوا لها وتشوفوها من البداية، ومن الوصفات المتميزة اللي هتكون حاضرة معكم خلال فصل الشتاء على الأقل أيام الإجازات الصباح، وأنتم جالسين في البيت ممكن تصلحوها مع بعض. يعطيكم العافية. يعطيك العافية شيخ. يعافيك يا رب. صح. نلقاكم إذن في حلقة قادمة، إلى اللقاء.